بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل ان شاء الله كفتة الفراخ. عندنا كيلو فراخ مفرومة، ويفضل تكون مفرومة بالجلد بتاعها، وعندنا كوباية الا ربع برغل ناعم هنغسله كويس في المصفى، وهننقعه حوالي 2 3 دقايق، وهنصفيه من المية بتاعته، وهنعصره بايدينا كويس من اي مية زايدة. بعد كده هنحط في الكبة او الفود بروسيسور بصلة كبيرة هنقطعها باي شكل، وربع ربطة بقدونس، وهنحط في الكبة مع البصل والبقدونس 3 فصوص ثوم والبرغل، وهنطحنهم مع بعض كويس لحد ما ينعموا معانا جدا. وخلاص كده نعمنا الخليط، وهنضيفه على الفراخ، وهنحط الملح وفلفل اسود ونص معلقة صغيرة كبابة صيني او بهار حلو، والكبابة الصيني موجودة عند العطار، ونص معلقة صغيرة نعناع ناشف مطحون، ولو عايزين نزود شوية مفيش مشكلة، ونص معلقة صغيرة كمون، ومعلقة صغيرة كزبرة ناشفة. وهنعجن بايدينا كويس جدا، وبعد ما نعجنها والمكونات تختلط مع بعضها كويس هنضيف معلقتين كبار سمنة سايحة او دهن بقري سايح، وهنعجن مرة كمان. وبعد ما نعجن كويس هنغطيها وهندخلها التلاجة 2 ساعة على الاقل. وبعد ما عجنت الكفتة تتمسك معانا في التلاجة هنبل ايدينا مية وهنشكلها على اسياخ خشب، وهنسخن جريل او طاسة تيفال وهندهنها كويس بالزيت، وهنرص اسياخ الكفتة على الجريل، وهنقلب الكفتة من وقت للتاني لحد ما تستوي تماما معانا. وخلاص كده الكفتة جاهزة معانا، وهنقدمها مع بطاطس محمرة او اي حاجة تانية احنا عايزينها. جربوها وان شاء الله هتعجبكم جدا. بتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم، ولو عجبكم ما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو واشتراك في القناة، وشكرا للمتابعة، والى اللقاء ان شاء الله في فيديوهات جديدة.